مستمرين معاكم وهنفضل بنغطي هذا الحدث الهام. هنروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد رئيس القناه الاهلي ومجموعه من اللقاءات مع ابطالنا اللي قدروا ان هم يحققوا القاب مختلفه سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. كل التحيه ليك يا زميلي يا امير هشام، برحب بيك طبعا وبكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. تكريم رائع يليق بالفعل بكل ابطال وبطلات النادي الاهلي سواء في منتخبنا الوطني او هنا في النادي الاهلي على الاداء والبطولات الكثيره جدا خلال الايام الماضيه. انا معايا واحد من نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي وابن النادي بالفعل، الكابتن عبد الله عبد السلام. كابتن عبد الله، انا مش هتكلم بقى معاك الاول، انا هتكلم معاك في السوبر اللي انت لسه بتكلمني فيه، بتقول لي جاهز للسوبر ولا لا. انا عارف ان انت متابع للكوره بشكل كبير وبتحضر في المدرجات ويمكن صادفني معاك اكتر من ماتش. جاهزين للسوبر ان شاء الله؟ ان شاء الله رب العالمين، هنكسب ان شاء الله رب العالمين وهنعمل اداء حلو وربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب، ودي تبقى فاتحه الخير علينا ان شاء الله الموسم الجديد. طبعا مباراه مهمه جدا ان شاء الله، يبقى التوفيق حالفنا باذن الله ونعمل اداء كويس كده وشكل كويس ان شاء الله وربنا يكرمنا باذن الله. مجلس الاداره يمكن الخطوه المميزه والمهمه جدا دي تدل ان هي مش كوره بس الموضوع، لا في نشاط رياضي، في العاب جماعيه، العاب فرديه، عندنا ابطال وبطلات كثيره. التكريم مهم وزي ما بنقول التكريم لما بيجي في وقت قليل. عبد الله، وانت يمكن بطولات كثيره جدا سواء مع منتخب مصر او النادي الاهلي، ده ليه مردود على الشباب وعليكم كلعيبه كبار في النادي الاهلي، بينعكس عليكم ازاي ما بتشوف التكريم والتجمع الكبير ده؟ عبد الله، طبعا الاول انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب على الاحتفال الجميل دوت. طبعا دي مش حاجه غريبه عن النادي الاهلي، انا من النادي الاهلي وانا عندي 11 سنه، اي بطوله بناخدها على طول في ظهرنا في دعمنا، بيحتفلوا بينا بيكرمونا طبعا. فطبعا النادي الاهلي مش غريب عليه خالص الاحتفال زي دوت، احتفاليه جميله جدا. طبعا ربنا يسهل ان شاء الله رب العالمين تبقى فتحه خير علينا كده وعلى كل الالعاب. طبعا الاحتفاليه الجميله ديت ان شاء الله يبقى موسم سعيد علينا كلنا باذن الله، نحقق انجازات كتير ونحافظ على رقم النادي الاهلي وارقام النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي بنحققها الصعيد على الصعيد العربي على الصعيد الافريقي على العالمي على مع المنتخبات طبعا. فحاجه جميله جدا ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله رب العالمين، ونبقى كل سنه ان شاء الله متجمعين كده في فرحه والبهجه اللي احنا شايفينها ديت. تحدي كبير الموسم ده اكيد يا عبد الله في كل الالعاب مش في الطايره بس، لان خلاص اللي فات دخل في التاريخ ودخل في البطولات واتكتب باسمكم، لكن اللي جاي هو اللي اصعب، هنشتغل ازاي على الفتره اللي جايه وشايف الموسم ده وصعوبته هتبقى عامله ازاي؟ طبعا زي ما تقول يا كابتن كريم، طبعا خلاص انتهى موسم بالبطولات الحمد لله رب العالمين. طبعا مع الاحتفال دوت بيدينا حافز ان شاء الله الموسم الجاي، الموسم الجاي ان شاء الله هيبقى صعب. طبعا كل الفرق حصل ليها تدعيمات، كل الفرق بقت خلاص اتجهت بره بتجيب اثنين محترفين طبعا عشان تنافسنا ان شاء الله رب العالمين. بنقعد على جماهيرنا، بنقعد على مجلس اداره النادي الاهلي، لان ان شاء الله رب العالمين نحافظ على انجازاتنا. عندنا اربع بطولات ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرم داخلهم باذن الله، نحققهم ان شاء الله ونفرح جماهيرنا وان شاء الله يبقى موسم سعيد علينا وعلى النادي الاهلي في كل الالعاب باذن الله. بنقول رسالة من خلالك للشباب الصغار اللي طالع، للنجوم المتواجدة، يستمروا على هذا الأداء ويحققوا مزيد من البطولات. واحد بقيمة الكابتن عبد الله عبد السلام، ممكن تقول لكل النجمات والنجوم الصغيرين اللي في النادي الأهلي؟ طبعا أقول لهم لازم نشتغل بجهد، لازم كفاح. اللي حضر التكريم دوت وشاف مجلس إدارة إزاي بتهتم باللعيبة كلها وبتكريم اللعيبة، يعني هيفكر فيها كتير وهيبقى حابب هو يكون موجود كل سنة. بقول لهم اشتغلوا وتعبوا وربنا ان شاء الله يوفقكم باذن رب العالمين، ونتمنى التوفيق طبعا النادي الاهلي وان شاء الله رب العالمين. ربنا يخليك تاني، شكرا حبيبي ربنا. مستمرين معاك زميلي امير هشام، بينضم لي كمان يمكن مؤمن طارق خيري واحد من نجوم النادي الاهلي في كره السله. مؤمن، ببارك لك الاول على الاداء المميز بالنسبه لك على المستوى الشخصي والبطولات اللي بتحققها سواء مع منتخب مصر او النادي الاهلي. التكريم حلو والفرحه حلوه والتقدير بالنسبه لكم كويس جدا، احساسك ايه النهارده وانت بتشوف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء المجلس بيكرموكوا وحفل فعلا يليق بكل المشاركين في العاب الصالات بالنادي الاهلي؟ الله يبارك في حضرتك. وطبعا عايزين نشكر مجلس الاداره بالكامل برئاسه كابتن محمود الخطيب ان هم كرمونا التكريم ده بيدينا حافز قوي جدا ان احنا ندننا نكسب، عايزين نكسب، نجتهد عشان نكسب، فعايزين نشكرهم واحنا طبعا فرحانين بالتكريم ده. انت شغال على نفسك بشكل كبير جدا، المهم بتأدي اداء رائع ومميز ويمكن حاطط هدف في دماغك، بتشوف الموسم ده ازاي ويعني عايز تحقق ايه كمان مع الفريق وعلى المستوى الشخصي كمان انت حابب تحقق الموسم ده ان شاء الله؟ اولا انا بالنسبه لي السنه دي بالذات الموسم ده هيبقى موسم مميز بعض الشيء. انا دلوقتي في الفرقه بعد ما رجعنا من افريقيا الموضوع بقى مختلف، انا الصغير في الفرقه بتاعتنا، فما راجع من افريقيا بيبقى الموضوع صعب، المعامله مع الناس في النادي بتبقى مختلفه، بس مع الوقت الواحد بياخد عليها. فطبعا الموسم السنه ده مميز. عملنا صفقه لسه مخلصينها قبل غلق باب كوليد امبارح في الاتحاد المصري،
صفقه مهمه. فالسنه دي انا يعني ان شاء الله هنعمل حاجات كتيره كويسه في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. على المستوى الشخصي انا بصه ما حدش يعني ما حدش هيتوقعها مني في كاس العالم، وان شاء الله اقدر انفذها. يمكن زي ما قلنا مش كوره بس، والنادي الاهلي ما بيكرمش الكوره بس. النهارده اليوم مميز ويحملكم كتير جدا ويحملكم الفتره اللي جايه، يمكن بطولات ان شاء الله تكون من نصيبكم يا مؤمن. بتشوف الايام اللي جايه ازاي؟ لان التكريم ده خلاص انتهى بالنسبه لكم، هو اللي جاي بالنسبه لكم هيكون الاصعب. احنا من قبل التكريم واحنا بدانا خلاص تمارين، بدانا تاهيل للموسم الجديد، فما فيش حاجه مختلفه. احنا النهارده المدرب بتاعنا ادانا النهارده وبكره اجازه، هننزل من بعد بكره عادي خالص. احنا بدانا تاهيل بقالنا فتره، فالموضوع بالنسبه لنا عادي. مستعدين جدا للموسم الجديد ومستعدين لاي فريق هيقدر يحاول ينافس معانا. احنا دايما حاطين ان احنا الاحسن، وان شاء الله وفعلا دي حقيقه ان احنا الاحسن. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد كل نجوم النادي الاهلي. كمان انا يمكن في خلال لحظات زميل اميره ندملي المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان، اللي حابب ابارك له واهنيه ومجهود كبير كالعاده محمد بيه. وزي ما بنقول هي مش كوره، هي الرياضه كلها. ومجلس الاداره يمكن النهارده اما بيكرم اللاعبين دول بيزودهم عبء كبير وبيديهم رساله مهمه جدا، احنا في ظهركم ومعاكم، حقق هتلاقي تكريم على اعلى مستوى. شوف انت بتقول مبروك مجهود كبير، لا هو احنا النادي الاهلي اتربينا فيه، وعشان خاطر ده دور النادي الاهلي برضه، ودور النادي الاهلي اتجاه بلده. النادي الاهلي هو اللي زرع فينا يعني ايه نشتغل شغل تيم ورك مع بعض، يعني ايه شغل مجموعه مع بعض. هو ده اللي انت شايفه النهارده، النجاح ده لاعبين، اجهزه فنيه، اداريين، اداره تنفيذيه من اصغر عامل للمدير التنفيذي، مجلس اداره متماسك متكامل مع بعضيه، جمهور، اعضاء جمعيه عموميه. دي منظومه النادي الاهلي، ده نجاح النادي الاهلي. عشان كده النهارده زي ما بقول هو النهارده مش حفله، النهارده مهرجان تكريم، لانه حدث في 2018 2019 حدث جديد، حدث جميل علينا كلنا، عالم، افريقيا، عرب. هو ده اللي احنا عايزينه. احنا ما بنشتغلش النهارده للمحليه. النادي الاهلي النهارده لو سالت اي حد في الجمهور يقول لك انا عايز افريقيا، هو مش دوري كاس، هو عايز افريقيا، عينه على افريقيا، عايز يروح بطوله العالم. ده النادي الاهلي اللي احنا من واحنا صغيرين متربيين واجيال بتسلم بعضيها. فربنا يوفق الجميع ان شاء الله، واتمنى اللي تكون حاجه فعلا لائقه باولادنا وابنائنا اللي موجودين. بنوجه كل الشكر لاولياء الامور اللي هم الدينامو الحقيقي، اللي هو لولاهم احنا ما كناش نبقى موجودين. دعوات الام والاب ومجهودهم اللي معانا هو اللي خلى الاولاد دول يبقوا موجودين معانا النهارده. طبعا انا بشكر مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي هو دايما بيفكر، وزي ما بقول احنا النهارده زي ما بنكرم لاعبنا الابطال اللي واقفين على منصات التتويج، ما بننساش لاعبنا ابدا اللي بيحصل له مشكله، بيحصل له اصابه، النادي الاهلي بيقف في ظهر ولاده، واحنا اتعلمنا كده ولغايه وقتنا هذا. لاعبين كبار، لاعبين صغيرين، لاعبين اعتزلت من زمان، في دايما تواصل. ولكن هناك حاجات ما ينفعش كل شويه نتكلم فيها ونجر فيها، الواحد بيزعل للكلام دوت. لكن في الاخر خالص احنا كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اعلى بنواه، فربنا يكرم النادي الاهلي دايما يبقى في البطولات وانتصارات ان شاء الله باذن الله. اللعيبه كمان او لعيبه العاب الصالات بيتكلموا على السوبر. يمكن عبد الله عبد السلام بيقول لي هنعمل ايه في السوبر، قلت له انت قول لي هنعمل ايه، قال لي ان شاء الله هنكسب ومركزين. دي حاله، هي دي، ان هو ده النادي الاهلي محمد بيه. في الاخر ده الاهلي. انا النهارده اللعيب كابتن عبد الله عبد السلام كره طايره بيطمن على الكوره، الكوره كابتن حسام عاشور والفرقه بتطمن على الطايره وهي بتلعب افريقيا او بتلعب دوري او بتلعب كاس السله، كلنا مجموعه واحده. اي حاجه النهارده هتلاقي جمهور النادي الاهلي، اي حاجه اسم النادي الاهلي فيها جمهور النادي الاهلي عايز يبقى الاول، جمهور النادي الاهلي عايز يبقى بيتوج في منصات التتويج. يعني هو ده النادي الاهلي، فربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. رساله لكل الشباب، البطولات والابطال الفتره اللي جايه زي ما قالوا كابتن محمود قال، خلاص اللي اتعمل دخل في التاريخ وانتهى، اللي جاي هو الاصعب، مطلوب من بطولات وابطالنا يا محمد بيه. ما هو ده اللي احنا اتعلمناه، احنا خلاص بنقفل صفحه، كرمنا موسم 2018 2019. اتمنى تاني كل واحد منهم يعني ولادنا وكلهم، كل واحد بيكتب اسمه، الاسم ده بيتحفر في التاريخ، اسمك هيفضل موجود في التاريخ. انت عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى كابتن محمود الخطيب، عايز تبقى كابتن حسن حمدي، عايز تبقى كابتن صالح سليم، عايز تبقى احمد صلاح، عايز تبقى كابتن نهله، يعني انت عايز ايه؟ هو ده اللي احنا بنعلم ولادنا، عشان كده هم قدوه. النهارده هتلاقي الناشئين موجودين، هتلاقي الكبار موجودين، هو ده ازاي بتحتضن الصغير، بيحتضن كده عشان يسلموا الرايه، هي ايدين بتسلم بعضيها. في الاداره التنفيذيه ايدين بتسلم بعضيها، مديرين قبلينا احنا بنكمل. النهارده مجلس الاداره مجالس كتير احنا بنكمل، تمام؟ وزي ما انا قلت يمكن احنا اخترنا برضو المكان ده لان ده برضو انجاز للنادي الاهلي، ده انجاز عالمي طبعا. للنادي الاهلي كل التطورات اللي انت بتعملها كلها شغاله على توازي. اهم حاجه في الاخر
النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه، جماهير النادي الاهلي تماسكوا مع بعض، تماسكوا مع بعض عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر بلدنا مصر قبل اي حد. وربنا يوفق ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك. بنشكر اكيد المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان على هذه التصريحات. وانضم لي كمان زميلي امير كابتن النادي الاهلي كابتن نهله سامح، احد نجمات منتخبنا الوطني والنادي الاهلي. يا كابتن نهله، يمكن مجهود كبير وتكريم يليق بالفعل بيكوا وبكل العاب الصالات، ده المجهود اللي بينتهي في السنه خلاص، اللحظه دي بتمثل لكم اشياء كثيره جدا، وكمان لما بتبقى من مجلس اداره النادي الاهلي احساسك النهارده انت كرمت كتير، لكن انا عارف يعني لما التكريم بيجي من النادي الاهلي بيبقى ليه طعم مختلف. طبعا الحمد لله على البطولات اللي احنا قدرنا نجيبها والتكريم اللي احنا قدرنا نكون موجودين فيه للسنه الثانيه. وطبعا بشكر النادي الاهلي، والحمد لله ان انا بنت من بنات النادي الاهلي، متربيه من النادي الاهلي من وانا صغيره. وطبعا بشكر المجلس، ده هيكون تشجيع اكتر منه تكريم للسيزون الجاي ان شاء الله، ان احنا نقدر نحقق بطولات اكتر ونكون موجودين ان شاء الله السنه الجايه في التكريم ان شاء الله الجاي. الموسم ده اكيد هيبقى فيه تحدي كبير وموسم صعب، يعني اكيد لا يقل صعوبه عن كل المواسم اللي فاتت، لان خلاص الموسم انتهى بالنسبه لكم. شغالين على نفسكم ازاي الموسم ده؟ حاطين اهداف ازاي ككابتن فريق النادي الاهلي؟ يعني طمنينا على معنويات الفرقه، الدوافع ازاي، لان الموسم ده ان شاء الله يكون مناسبكم كل البطولات ان شاء الله. طبعا هو سيزون هيكون صعب شويه، بالذات ان احنا عندنا اكتر من اصابه، يمكن عندنا 3 لعيبه عاملين عمليات جراحيه، فالسيزون هيكون صعب، يعني هيكون اصعب طبعا من السنه اللي فاتت، بالذات ان البطولات اعتقد هتكون خارج مصر، البطوله الافريقيه هتكون خارج مصر، كنا اخر سنتين احنا مستضيفينها الحمد لله قدرنا نحصل عليها. فالموضوع هي طبعا لما لو لعبنا طبعا في اي بلد فريقها بيكون بينافس على البطوله الموضوع هيكون اصعب، لكن احنا ان شاء الله قدها واحنا بنجهز من بدري ان شاء الله للبطوله دي. طموحاتك مع النادي الاهلي ايه الموسم ده؟ بتتمنوا تحققوا ايه ان شاء الله؟ وكمان لو بنقول رساله لكل واحد شارك في التتويج او شارك في النجاح المميز ده وفي التكريم المميز ده بالنسبه لمجلس الاداره، حابه تقول لهم ايه؟ انا طبعا اتمنى ان احنا نقدر نفوز بالبطولات كلها السيزون الجاي اللي هنشارك فيها مع النادي الاهلي، وطبعا انا كنت سعيده ان انا وسط كل الابطال دول النهارده وبحييهم وبقول لهم مبروك على الانجاز، واتمنى ان احنا نكتر كمان السنه الجايه ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد زميل امير كل نجمات النادي الاهلي، ابطال وبطلات النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين النهارده في التكريم الكبير. زي ما قلنا امير، يمكن مجلس الاداره عمل لفته رائعه وفي وقت قليل جدا قدر ان هو في المكان ده هيبقى ليه ذكرى، يمكن ده المكان اللي لسه مفتتح من ايام بسيطه جدا او من اسابيع بسيطه جدا، يعني ذكرى بتخلي الذكرى ان هو يكون في تكريم في هذا المكان، ده امر مهم جدا. وزي ما قلنا قبل كده هي دي روح النادي الاهلي ولاعبتنا، يمكن الحمد لله بتركيز كبير وعندها اصرار كبير الموسم ده بالذات ان هي تحقق ان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله. ان شاء الله يكون موسم ناجح على فريق النادي الاهلي باذن الله، ان شاء الله يكون هذا الموسم من كل البطولات. مريم كمان من تنس الطاوله، برحب بك يا مريم وموفقين ان شاء الله بالنسبه للموسم ده. عايز اكلمك على التكريم النهارده والاحتفال المميز ده، بتشوف مجلس الاداره النهارده ازاي وتكريمه بالنسبه لكم ازاي؟ الحافز مزوده عندكم ازاي؟ طبعا انا عايز اشكرهم كلهم، وعايز اشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كله، علشان ده طبعا التكريم ده بيدينا دافع لقدام، وطبعا بيخلينا ان احنا نحس ان يعني اقل حاجه ان احنا نقدم لهم ان احنا نبقى اول ودايما رافعين راسهم وان شاء الله دايما في المركز الاول. الموسم ده اكيد كان فيه صعوبات وكان صعب بالنسبه لكم، ما كانش فيه كان الموسم ما كانش سهل اكيد ان انتوا تحققوا البطوله دي، قولي لي صعوبات الموسم ده بالنسبه لكم كانت ايه وقدرتوا تتغلبوا عليها ازاي؟ هو احنا الصعوبات بالنسبه لنا عموما ان احنا نحاول ان احنا دايما نثبت على المركز الاول، فاحنا الحمد لله حاولنا ان احنا قد كل ماتش ان احنا نكسبه ونوصل للمركز الاول، والحمد لله نقدر نكسب اخر ماتش اللي هو الفاينل ونرفع اسم الاهلي. احساسي كنت بتشوف مجلس الاداره وهو بيكرم، ويمكن كمان التكريم جاي باسم اللعيب او باسم اللعيبه، دي يمكن نقطه مهمه جدا والوقت قليل وعدد كبير جدا من الالعاب، وقلنا يمكن هي مش كوره، الموضوع مش كوره فقط، لا دي العاب فرديه والعاب جماعيه. احساسك النهارده وانت واقفه مع كابتن محمود والمجلس وانت بتستلم الدرع ده، احساسك كان ايه؟ طبعا بحس ان انا فخوره بنفسي وفخوره ان انا اهلاويه طبعا، لان مفيش حد يمكن بيهتم بينا قوي زي ما هم بيهتموا بينا، فده طبعا بيدينا دفع لقدام ومعنوياتنا بتزيد جدا، فانا بحب اشكرهم جدا. امنياتك ايه الموسم ده على المستوى الشخصي؟ عايزه تحققي ايه؟ وكمان مع فرقتك ان شاء الله الموسم ده عايزه تحققي ايه؟ اتمنى ان شاء الله ان احنا ناخد كل البطولات سواء دوري او انديه او اي حاجه طبعا النادي الاهلي، وان شاء الله حتى الفردي ان احنا نرفع اسم الاهلي ونبقى دايما في الاول. شكرا. كل الشكر والتقدير من جديد زميل امير لكل نجوم النادي الاهلي في هذا التكريم المميز اللي خلاص يمكن بينتهي، خلاص اللعيبه يمكن بتخرج من المكان طبعا المنطقه الترفيهيه طبعا المتواجده في النادي الاهلي مدينه نصر، مجهود كبير من مجلس اداره النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الايام القادمه يكون فيها تتويج بجانب البطولات ان شاء الله تكون كلها من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير.